بسم الله الرحمن الرحيم. هنبدأ النهاردة الدرس الرابع في المصفوفات، وهنحاول النهاردة إن شاء الله إن احنا هنعمل عملية إنشاء رقم عشوائي باستخدام المصفوفات. قبل ما نستخدم المصفوفات عايزين نتعرف الأول على كيفية إنشاء رقم عشوائي. لو عندنا نموذج بالشكل اللي موجود قدام حضراتكم، موجود فيه بطن وموجود فيه أداة ليبل، وعايز لما اضغط على البطن دهوت يديني رقم عشوائي يتعرض في أداة الليبل. هضغط دبل كليك علشان اخش في نافذة الكود الخاصة بالبطن 1 ايفنت او الحدث كليك الخاص بالبطن، وعايز انشئ رقم عشوائي. عملية انشاء الرقم العشوائي بنستخدم فيها دالة اسمها راند RND، ودالة راند هي من الدوال المعرفة داخل لغة الفيجوال بيزك او مبنون على البريديفاين فانكشن، وبتستخدم معها بارامتر او وسيط او معامل. شكل الدالة لو انا جيت اطبع نتيجة عايز اجيب رقم عشوائي لرقم 5 واضع الرقم العشوائي في اداة الليبل، ممكن اقول ليبل 1.txt بيساوي راند RND، وافتح قوس واحط فيه مثلا رقم 5 اللي انا عايز اجيب رقم عشوائي فيه. دي ابسط صورة من صور الدالة. دالة راند زي ما قلنا ان هي من الدوال بريديفاين فانكشن او الدوال المعرفة داخل لغة الفيجوال بيزك، وهي من الدوال التي تحتاج الى وسيط اللي موجود معانا. بالشكل اللي قدام حضراتكم دلوقتي لو انا جيت انفذ هيديني رقم كسري اقل من 1، يبقى دلوقتي مش هيجيب لي ارقام عشوائية من رقم 5، بالعكس ده هو هيجيب لي رقم كسري اقل من 1. لو ضغطت كده ادانا رقم كسري عشوائي وبيغير الرقم كل مرة. طيب لو انا عايز اجيب رقم صحيح، لو انا جيت وقلت له انا عايز انتجر او رقم صحيح من الدالة راندم اللي هي اوف 5 دهيات، نلاقي ان هو بيجيب لنا على طول رقم 0، لان بضرب الرقم الكسري هيجيب لي 0 على طول. احل المشكلة دي ازاي؟ اخرج الرقم اللي انا عايز اخليه رقم عشوائي من البرامتر بتاعت الدالة واضربه في الدالة بالشكل اللي قدام حضرتك. يبقى دلوقتي بقول له هات لي رقم عشوائي في رقم 5، يبقى انا دلوقتي اتخلصت من عملية الكسر. لو انا قلت له دلوقتي نفذ وجيت اضغط هيجيب لي رقم 3 2 1 وهكذا، ارقام في حدود الرقم 5. بس هنلاحظ حاجة، كل ما افتح او اشغل البرنامج بيجيب لي رقم 3 الاول. يبقى انا دلوقتي لو انا قلت له ضغطت مرة تانية بيجيب لي رقم 3، يبقى ده يعتبر مش ارقام عشوائية، هو بيجيب ارقام فاتحفظت الارقام هيبدأ بيه كل مرة. علشان احل المشكلة دهيت واخليه يجيب لي رقم عشوائي حقيقي، يبقى انا محتاج ان انا في الفورم لود في الايفنت بتاع الفورم اللي هو الفورم لود اخليه راندمايز او عشوائي. ممكن اجيبها من هنا واقول له في الفورم ايفنت فورم 1 ايفنت هات لي الحدث اللي هو اللود اللي هو الفورم لود. في الفورم لود هقول له هنا راندمايز، يعني في عملية اثناء عملية تحميل الفورم يبدا يغير لي الارقام ويخليها ارقام عشوائية. كده لو انا جيت انفذ مرة تانية وضغطت كده جاب لي 3 اول مرة، نجيب مرة تانية كده وننفذ ونشوف هجيب لي رقم 3 برضو ولا ايه. كده جاب لي رقم المرة دي رقم 4، يبقى هو الكود الخاص براندمايز بيغير في اختيار الرقم العشوائي ومش كل مرة يجيب لي رقم 3. الخطوة الجاية انا مش عايز احدد رقم معين او رقم عشوائي ثابت بحيث ان هو يتعامل معاه، لان عايز الرقم ده رقم مرن. في الحالة ديت ممكن اجي هنا واحكس في البابليك اقول له ديم متغير وليكن مثلا سي او، هنخليه از انتجر يبقى رقم صحيح. السي او ده هو تخليه ياخد من التكست بوكس اللي هنشأها في الفورم ديزاين هحط فيها الرقم وابدأ اتعامل مع الرقم الجديد اللي موجود معي. يبقى انا محتاج هنا
قبل ما اتعامل مع الرقم هم قايل له ان السي او اللي هو المتغير اللي اسمه سي او دهوت بيساوي تكست بوكس 1 دوت تكست. وهنا بقى مش هقول له اضرب لي في رقم 5، لا انا هقول له اضرب في السي او او في المتغير اللي اسمه سي او. وممكن بدل ما احط المتغير مباشرة في اداة الليبل ممكن هنا احجز متغير مثلا وليكن RR as integer واخلي الرقم العشوائي يتحط في المتغير اللي اسمه RR دوت علشان ان انا اتعامل معاه بعد كده في الاختيارات بتاعتي. وبعد كده اقوم قايل له label 1.txt label 1.txt بتساوي الارر. يبقى بكده انا خليت العملية مرنة معايا، لو جيت انفذ هديله رقم مثلا 4، هنا هينشئ ارقام عشوائية في رقم 4 مش هيزيد عن رقم 4 زي ما حضراتكم شايفين. نيجي بقى للجزء المهم النهاردة وهو ربط الرقم العشوائي بالمصفوف. الوضع الحالي لو جيت انفذ وكتبت رقم 5 هنلاحظ ان في ارقام بتتكرر معايا. انا جاب رقم 1 0، واحد جابه مره تانية اهوت 3 0، يبقى كده في ارقام العشوائيه بتتكرر معايا. لو انا عايز الرقم اللي يجي ما يتكررش مره تانية في الحاله دي بقى هنضطر ان احنا نستخدم المصفوفه. طبعا المصفوفه اخدناها قبل كده وعرفنا ازاي نتعامل معاها وازاي نعمل عمليه حجز للمصفوفه وازاي نحط بيانات داخل المصفوفه. فالفكره كلها ان انا الرقم العشوائي اللي هيظهر معايا هخزنه في مكانه داخل المصفوفه، بحيث ان لو جاب رقم عشوائي متكرر قبل كده هدور عليه الاول في المصفوفه، لقيته موجود مش هظهره مره تانية. وفي الحاله ديت لما الارقام العشوائيه كلها تخلص يديني رساله ويقول لي انتهت جميع الاحتمالات. يبقى انا مضطر هنا ان انا احجز الاول مصفوفه دايناميك وهنسميها وليكن مثلا ايه، ونحط لها اقواس بدون معاملات. يبقى نقول له هنا ديم ايه ونقول له as integer مثلا، دي المصفوفه بتاعتي. انا علشان اخلي البرنامج يحاول مره واثنين وثلاثه بدون تدخل مني في الحاله دي هنستخدم اداه جديده وهي اداه التايمر. اداه التايمر لها مميزات كتير جدا هنحاول نستخدمها النهارده ونشوف ميزه من مميزاتها. طبعا أداة التايمر لو رحت للفورم ديزاين وحاولت أضيف أداة التايمر للفورم مجرد إن أنا برسم الأداة دي من الأدوات اللي ما بتظهرش على النموذج، بتظهر أسفل المشروع زي ما حضراتكم شايفين. أداة التايمر لها حدث واحد وهو حدث التك، وليها خاصيتين مهمين جدا معانا هنا، خاصية الإنيبولد والإتاحة، وديت اللي بتسمح إن كان هيسمح بتشغيل التايمر أو لا يسمح بتشغيل التايمر. ودي من الخصائص اللي بنقول عليها الخصائص المنطقية اللي بتديني القيمتين يا اما ترو او فولس. الخاصية التانية خاصية الانترفال، وخاصية الانترفال هي بتحدد لي الفترة الزمنية اللي هيشتغل فيها التايمر ويعيد نفسه لتنفيذ الكود الموجود بداخله. هنا خاصية الانترفال كل 1000 بيعادل ثانية، يعني هي بتتعامل بالملي سكند او بالايه بالواحد على 1000 من الثانية. يعني انا دلوقتي خليتها 1 يبقى الواحد من الالف من الثانيه بينفذ الكود اللي موجود معايا. انا محتاج ان سرعتها تكون عاليه جدا عشان كده اخدت رقم قليل عشان ينفذ الكود بسرعه عاليه جدا ويشوف جميع الاحتمالات اللي موجوده داخل المشروع. هرجع مره ثانيه للكود بتاعي. وبعد ما حجزت المصفوفه اللي هي الدايناميك اللي هي الاي، انا محتاج هنا متغيرين معايا، المتغير كمان وليكن مثلا اس هنخليه برضو ايه انتجر ونقول لازمته ايه دلوقتي معانا. هاجي بقى للحدث اللي هو البطن الاولاني. في البطن الاولاني انا بقول له خد لي الرقم اللي انا حطيته في التكست بوكس حطه في المتغير اللي اسمه ايه. هنا هشيل الكود بتاع الراندوم وهننفذه داخل التايمر، والليبل 1 برضو هننفذه داخل التايمر. محتاج هنا في البطن ان انا اشغل التايمر الاول. يبقى انا ممكن اقول له هنا الاول اعيد حجز المصفوفه على حسب المتغير السي او، اقول له ريديم بريسيرف زي ما اتفقنا قبل كده،
هريدم بريسيرف المصفوفة الاسمائية على حسب الرقم الجديد اللي انا حطيته في المتغير اللي اسمه CO، بيعيد حجز المصفوفة مرة تانية. كمان انا عايز اقول له فعل لي اداة التايمر، اقول له timer1.enabled بتساوي ترو، بحيث ان يبقى التايمر فعال معايا، لان اللغات دلوقتي هو مش شغال. يبقى لما اقول له timer1.enabled بتساوي فولس يبقى بيوقف التايمر، ولما اقول له timer1.enabled بتساوي ترو بيفعل التايمر. يبقى انا دلوقتي خدت القيمه او الرقم العشوائي اللي انا عايز اجيب ارقام داخل منه في متغير اسمه CO، وعملت اعاده حجز للمصفوفه بالرقم اللي انا حطيته، وبعدين قلت له شغل لي اداه التايمر. هنا بقى نروح للحدث الخاص بالتايمر اللي هو التاج. هراعي الفورم ديزاين وارفع الدبل كليك على اداه التايمر، بيوصلني مباشره للتايمر اندرسكور تاج اللي هو الحدث الخاص باداه التايمر. في الحدث بتاع التايمر دوت انا اقول له في كود هيتنفذ كل واحد على 1000 من الثانيه. الكود دوت عباره عن ايه؟ انا عايز اسال بقى كمبيوتر انت اخترت رقم ايه بالظبط من الارقام العشوائيه، يبقى لازم احتاج اعمل رقم عشوائي. علشان اعمل رقم عشوائي احنا هنقول له مثلا الاس، هنا انا حجزت متغير قبل كده باسم اس، اس بتساوي راند اوف وبعدين مضروبه بالسي او. طبعا الكلام ده كله اقول له هاتهولي انتجر، وحتى لو ما قلتلوش هاتهولي انتجر انا عندي هنا انا حاجز الاس بانتجر، يبقى برضه هيحصل لي الارقام اللي فيها ارقام صحيحه. يبقى انا دلوقتي بقول له حط لي رقم عشوائي من الرقم اللي انا حطيته في التكست بوكس وحطه لي في المتغير اللي اسمه اس. بعد كده علشان ابدا اتعامل مع اللي اسمه اس، انا الاول عايز الرقم ده ما يبقاش صفر، لان لو بقى صفر مش هقدر اتعامل مع المصفوفه، لان المصفوفه طبعا لما بتكون قيمه العناصر بتاعتها صفر بتبقى فاضيه. فانا عايز اقول له لو هي صفر يعني فاضيه احط الرقم جواها، يبقى انا دلوقتي خدت الرقم ده مش هقراه مره تانية. لكن لو هي موجود فيها رقم قبل كده يعني ما بتساويش صفر، في الحاله ديت ما بتساويش صفر يبقى محجوزه قبل كده، يبقى انا يدور على رقم تاني غير الرقم اللي موجود معايا. يبقى انا اقول دلوقتي اف اس لا يساوي صفر، يعني لو هي ما بتساويش صفر هيعمل ايه بقى؟ عمل لي طبعا اند اف عشان يقفل البلوك بتاعتي. هقول له لو هي ما بتساويش صفر في داله ثانيه كمان ممكن اعمل اف داخل اف زي ما حضراتكم هتشوفوا دلوقتي. هقول له لو اف ثانيه، لو الـ A اللي هي المصفوفة بتاعتي of S الرقم العشوائي اللي جابته بيساوي صفر، معنى ايه الكلام ده؟ يعني لو هو فاضي، يعني لو الخانة ديت في المصفوفة فاضية، يبقى دوت رقم جديد عشوائي. تمام، هيعمل ايه بقى هو؟ هيظهر لي الرقم العشوائي في أداة الليبل، أقول له ليبل 1.txt بيساوي الـ S. كمان هيعمل ايه؟ هيخزن الرقم العشوائي دوت في المصفوفة علشان ما يتكررش معايا مرة تاني. هقوم قايل له كمان ان A of S بتساوي ال S، يعني لو هو كان رقم واحد هيقوم مخزن رقم واحد ده في A of 1، يبقى انا دلوقتي مش هجيب رقم واحد مرة تاني. تايمر 1.enabled يساوي false. ليه بقى؟ علشان يوقف لي التايمر شويه لغايه ما احتاج ان انا اشغله مره ثانيه، لان لو سبته كده مستمر هيظهر لي ارقام بطريقه عشوائيه ومش هيقف معايا، يبقى انا بقول له وقف التايمر لغايه ما اتعامل معاك مره ثانيه. طيب غير كده بقى، يعني لو الاس ديت بتساوي صفر، ديت لو بتساوي صفر يعمل الكلام ده. طب لو ما بتساويش صفر، يعني لو في رقم ثاني موجود، يبقى في الحاله ديت ما يظهرليش الرقم وما يخزنش وما يزرعش في الليبل وما يوقفليش التايمر. طب يعمل ايه؟ هقوم قايل له جو تو، يروح فين؟ لمكان اسمه بي. طب المكان ده فين؟ يبقى انا محتاج ان انا احط قبل الاس اهوت مكان اسمه بي، يعني بروح اقول له روح لي للحته دي. لما يروح للمكان هنا هيبدا يدور على رقم عشوائي جديد. يبقى امتى يدور على رقم عشوائي جديد؟ لو الرقم اللي هو جابه موجود قبل كده، لو الرقم اللي هو جابه موجود قبل كده. طيب هيقعد يلف كام لفة؟ يبقى انا محتاج دلوقتي ان انا اقول له متغير جديد اسمه ار ار زي ما انتم شايفين كده، هستخدمه معايا. هستخدمه هنا اقول له ايه؟ ار ار بتساوي صفر
ال ار ار ده بتساوي صفر، يعني المتغير دي واتفضه لي. طيب نيجي بعد الالس بقى هنا، هقول له ان ال ار ار بيساوي ار ار زائد واحد. طيب ار ار زائد واحد يعني ايه الكلام ده؟ يعني هيلف على اول لفه له او اول محاوله جديده لما يكون الرقم موجود قبل كده. طيب لقى الرقم موجود برضه، يقوم مزود كمان واحد بقت باتنين، يرجع تاني بقت بتلاته. طب هيرجع كام مره؟ انا عايز اقول له لف وليكن مثلا 100 مره. لو لفيت 100 مره وما لقيتش ارقام جديده يبقى انت كده خلاص استنفذت كل الارقام اللي موجوده معاك، يبقى كده انتهت الايه؟ انتهت جميع الاحتمالات. يبقى انا اقول له هنا اف ار ار تساوي 100، يبقى انا دلوقتي لفيت 100 لفه ما جابش حاجه جديده. زين اذا مسج بوكس مثلا بيطبع لي رساله قول لي فيها انتهت جميع الايه؟ جميع الاحتمالات. يبقى نكتب هنا انتهت جميع الاحتمالات. يبقى انا دلوقتي ضمنت ان هو ما يكررش الرقم مره ثانيه. يبقى انتهت جميع الاحتمالات. مش كده وبس، ده هو ايه؟ هيخرج من الكود ده كله بكود ثاني اسمه اكزيت ايه؟ اكزيت سب. يبقى كده يخرج من الكود كمان. ننفذ بقى كده ونشوف الكلام دوت هيعمل ايه. بعد ما نفذت هكتب هنا رقم 5. تمام؟ نمشي بقى مع الكود، نمشي بقى مع الكود خطوة خطوة. أنا دخلت رقم 5 في التكست بوكس. المتغير اللي اسمه سي أو هياخد الرقم الخمسة دوت من التكست بوكس وهيتعامل معاه. أول تعامل معاه هيبقى عارض حجز المصفوفة اللي اسمها إيه دهيت بالرقم 5، يبقى حجمها 5 عناصر. بعد كده هيشغل لي التايمر، التايمر اللي هو موجود تحت. نروح بقى للتايمر يحصل إيه؟ طبعًا راندمايز ده عشان يجيب لي رقم عشوائي في الفورمولا اللي اتفقنا عليه. هيروح بقى للايه؟ للحدث اللي هو التك. قال له في محطه هنا اسمها البي. المحطه دهيت اول حاجه بيعملها فيها بيخلق رقم عشوائي هنا مضروب في السي او اللي هو في رقم 5 وبيحطه في المتغير اسمه اس. لو الاس ده ما بيساويش صفر، لو هو ما بيساويش صفر يبقى دوت رقم عشوائي موجود داخل الخمسه. لو الاي اوف اس يعني الاي اوف واحد مثلا او اتنين او تلاته الرقم اللي جه فاضيه، يبقى في الحالة دي ما جاش الرقم ده قبل كده، هيعمل ايه؟ هيبينه هنا في الليبل اللي هو ليبل 1 دوت تكست بتساوي الاس، وهيخزنه كمان في المصفوفة في المكان بتاعه. يعني لو أول رقم مثلا 3 يبقى هيخزنه في ايه؟ وفي 3. يبقى أنا كده دلوقتي حجزت مكان 3 في المصفوفة، مش هيتكرر معايا مرة تانية. والتايمر هوقفها لغاية ما ايه؟ ما أشوف الرقم أو أقول له هات لي رقم جديد أو أضغط على المفتاح مرة تانية عشان يعمل لي انيبل ايه للتايمر مره ثانيه. وهفضي المتغير اللي اسمه ار ار اخليه صفر علشان يبدا دلوقتي انا ما عدتش او ما حولتش محاولات جديده. طيب لو المتغير ده بقى او الرقم دهوت موجود قبل كده، يعني ما الاس ما بتساويش صفر، يعني انا خدت رقم واحد قبل كده او ثلاثه قبل كده وكان موجود، هيعمل ايه؟ هقول له بقى خلي لي الار ديت بتساوي ار ار يعني صفر زائد واحد، يبقى ده اول محاوله جديده لما يكون الرقم موجود قبل كده. ولو هو وصل ل 100 اديني رساله وقول ان انتهت جميع الاحتمالات. طب لو ما وصلش ل 100، لو ما وصلش ل 100 هيروح ل البي. فين البي؟ اهيت. يبدا يجيب رقم عشوائي جديد. طب لقاه موجود برده قبل كده، يقوم يبقى ار ار بتساوي 3 ويجيب 4 5 لغايه ما يوصل ل 100، يبقى انتهت جميع الاحتمالات. طب لو الرقم الجديد مش موجود قبل كده بقى 2 مثلا، يبدا يتعامل معاه ويحطه في المصفوفة في A of 2، يبقى عندي A of 3 و A of 2 لغاية ما يخلص جميع الاحتمالات اللي موجودة معايا. يبقى أنا كده ضمنت إن أنا أجيب رقم عشوائي غير متكرر تماما في المصفوفة. يبقى لو ضغطت على البطن كده هيجيب لي رقم 5 وبعدين رقم 1 وبعدين رقم 3 وبعدين رقم 4، فيفضل رقم 2 ما عادش أرقام معايا، هيحاول 100 لفة. خلي بالك هيحاول 100 لفة وخلاص انتهت جميع الإيه؟ جميع الاحتمالات. يبقى انت كده جبت جميع الاحتمالات الموجوده. وبكده يبقى استفدنا من المصفوفه في كيفيه انشاء رقم عشوائي غير متكرر نهائيا. دوت ممكن نستفيد منه في البرامج اللي بتستخدم في عمل اسئله عشوائيه، يعني لو انت عندك 100 سؤال عشوائي ممكن نفس الامتحان يكون لطالبين جنب بعض، كل واحد منهم بيجي له سؤال مختلف عن التاني، ما بيجوش بترتيب واحد علشان ما يبقاش في تشابه في الامتحان ما بين الطلاب. او ممكن يجي له 10 اسئله من 100 سؤال والتاني يجي له 10 اسئله
تانيين خالص، او ممكن يتكرر معهم سؤال او اتنين في نفس الموضوع، وبكده يبقى ضمننا ان احنا الامتحان يكون فيه موضوعية ومفيش فيه اي احتمال للخطأ. وبكده نكون انتهينا النهاردة من الدرس الرابع من المصفوفات. اتمنى ان حضراتكم تكونوا استمتعتوا معانا في الدرس ده وتوليد الارقام العشوائية باستخدام المصفوفات، وعرفنا قد ايه ان المصفوفة لها فوائد كتير جدا منها في البرامج اللي احنا بنعملها.